بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأستاذ رئيس الجلسة، الإخوة الحضور، كل باسمه ومنصبه، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجميل، وعندنا في ماليزيا المساء الجميل، أهلا وسهلا بكم. طيب، نحن سنتكلم عن موضوع الإنماء المعرفي في الوطن العربي بين الماضي والحاضر. هذا الموضوع واسع جدا، يعني لو أردنا أن نتكلم عنه في الوقت المخصص لنا وهو أقل من ساعتين، يعني ساعة وربع للمحاضرة وساعة ونصف، لا يكفي طبعا، لأن الموضوع واسع جدا جدا جدا. لذلك سنقتصر في هذا الموضوع على النقاط الرئيسة التي توضح لنا الفكرة، ثم نحاول أن نعطي بعض الأمثلة لبيان أهمية الإنماء المعرفي. طيب، أول شيء سنتكلم عنه أن الإنماء المعرفي هو عملية ليست مستقلة عن تطوير المجتمع، وهذا يعني سنرى كما في النقطة الثانية بعد قليل، سنرى في النقطة الثانية أن هناك كثير من الناس أو الطبقة المثقفة يخطئون في التعامل مع عملية أو مع فكرة الإنماء المعرفي. الإنماء المعرفي هو جزء من العملية الشاملة في تطوير المجتمعات. يعني نحن إذا أردنا أن نطور أي مجتمع من المجتمعات، يجب أن ماذا نهتم بعملية العمليات مختلفة، منها عملية المعرفة وكيف نتعامل مع المعرفة. فإذا التعامل مع الإنماء المعرفي على أنه عملية مستقلة، هذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا، ومع الأسف هذا حادث أو يحدث عندنا في كثير من الدول. سنتكلم بعد قليل عن هذه الأمور، أنه عندما نتعامل مع عملية الإنماء المعرفي على أنه عملية مستقلة عن تطوير المجتمع، سنقع في أخطاء جسيمة مدمرة. لذلك يجب أن ننتبه إلى هذا، ونحن نتعامل أنه هذا جزء من عملية المجتمع. كل المجتمعات في الماضي التي قامت ببناء حضارات، سواء كانت الحضارات القديمة المندثرة أو الحضارات التي لا زالت قائمة معنا إلى الآن، كلهم تعاملوا مع هذه على أنه جزء من عملية تطوير المجتمع. هذا أولا. ثانيا، الخطأ الذي تقع فيه الطبقة المثقفة على أنهم يتعاملون مع الإنماء المعرفي على أنه عمل أكاديمي، هذا أيضا خطأ، لأن عملية التعامل مع المعرفة هي ليست عملية أكاديمية فقط، وإنما هي عملية تشارك فيها كل طبقات المجتمع بكل المستويات، من أقل أعضاء المجتمع معرفة إلى أعلى أعضاء المجتمع معرفة، الكل تتعامل معه سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي. فالجميع يجب أن يشارك في هذه العملية، والجميع يجب أن يستفيد من هذه العملية، فهي ليست عملية خاصة بالمؤسسات العلمية كما يقوم يعني كثير من الناس يحصرون عملية المعرفة والتعامل مع المعرفة بالمؤسسات الأكاديمية. لا شك أن المؤسسات الأكاديمية هي أهم العناصر في عملية المعرفة أو التعامل مع المعرفة، لكن ليست هي الجهة الوحيدة التي يناط بها التعامل مع المعرفة. هذه يعني نقاط أو مدخل عام يجب أن ننتبه إليه، وإلا سنقع في مشاكل في عملية التعامل مع المعرفة. طيب، المعرفة لا تعني الحضارة، هذه واحدة أيضا من القضايا التي يجب أن تكون واضحة عند الذين يتعاملون مع هذا المشروع، مشروع الإنماء الحضاري، الإنماء المعرفي. المعرفة لا تعني الحضارة، لكن هي جزء مهم من الحضارة. يعني لا تقوم حضارة من غير التعامل الصحيح مع المعرفة، فالحضارة تحتاج إلى المعرفة، لكن المعرفة ليست كل شيء في الحضارة. لماذا؟ لأن هناك يعني دول سقطت وهي تمتلك المعرفة على أعلى مستوياتها. الاتحاد السوفيتي مثلا، الاتحاد السوفيتي كان في زمنه هو من يعني من أكثر الدول، يعني كان عندنا قطبين في المعرفة، هو القطب الغربي والقطب الاتحاد السوفيتي، هم الذين كانوا يسيطرون على المعرفة وإنتاج المعرفة وما شابه ذلك. لكن الاتحاد السوفيتي سقط. لماذا سقط؟ لو كانت المعرفة تساعد أو هي الأساس في قيام الحضارات، فلما سقط الاتحاد السوفيتي؟ فلذلك الحضارات أو الدول تقوم على
أسس أو أركان كثيرة. المعرفة جزء مهم أو ركن مهم جدا من أركان قيام الحضارات. هذه إذن قضية يجب أن ننتبه لها. لماذا؟ لأن ستقودنا إلى هذه النقطة الأخيرة الثالثة هنا التي هي إدارة المعرفة. لأن المعرفة كما هي ركن مهم في قيام الحضارات قد تكون غير مفيدة أو مضرة أو مدمرة إذا لم تتم إدارتها بصورة إيجابية. فهناك شيء أهم من المعرفة وهو إدارة المعرفة، يعني كيف ندير المعرفة إدارة صحيحة حتى نستثمر ما في المعرفة من قوة لتطوير المجتمعات ولتطوير الإنسان، وجعل الأرض أو الدولة أو المكان الذي نحن فيه مكان يصلح للعيش الكريم للإنسان. مثالها القنبلة الذرية، الفيروسات، معرفة، يعني ربما هي أعلى درجات المعرفة أن تقوم بتطوير فيروس أو تطوير الأسلحة الذرية وما شابه، قمة في المعرفة. ولكن هل هذه المعرفة مفيدة للإنسان أو هي مدمرة للإنسان؟ مدمرة. لماذا؟ لأنها لم تدار بشكل صحيح. فهنا نعتبر، طبعا سنتكلم بعد ذلك عن القيم والأخلاق، سنأتي إليها بعد قليل. إذن هنا إدارة المعرفة شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. ولذلك الدول التي سقطت في السابق لم تسقط بسبب قلة المعرفة. يعني مثلا على سبيل المثال، الدولة التي أقامها الدولة الإسلامية، ودعنا نقول الحضارة العربية والحضارة الإسلامية، لم تسقط بسبب قلة المعرفة. يعني في زمن الدولة العباسية، الدولة العباسية عندما سقطت كانت هي المكان الوحيد لإنتاج المعرفة على الأرض. يعني أوروبا في ذاك الوقت لم تكن قوية ولم تكن تنتج المعرفة، وحتى هؤلاء الذين جاءوا التتر الذين أسقطوا الدولة العباسية لم تكن، كانوا يعني شعوب همجية. فمكان مكان المعرفة أو مكان إنتاج المعرفة هو كان الدولة العباسية، المكان الوحيد على الأرض الذي تنتج فيه المعرفة. لكن سقطت. لماذا سقطت؟ لأنه لم يستطيعوا استثمار أو إدارة المعرفة بالشكل الصحيح. وأيضا كما قلنا النقطة الأولى أنه المعرفة لا تعني الحضارة، لا تعني الدولة. لماذا؟ لأنه المعرفة لها وسائل، لها أدوات معينة، إذا توفرت تتوفر المعرفة. لكن هل تستفيد منها الأمم؟ هل تستفيد منها الشعوب؟ هذا طبعا قضية أخرى. وربما نعطي مثال، لا أعرف بعض الأخوة قد لا يوافقنا الرأي، الأموال التي أنفقت على هذا مشروع القمر الصناعي الذي يذهب إلى المريخ مثلا، أو ذهب ما أعرف إلى أين، هل هذه الأموال التي نحن أنفقناها نحن العرب هل ستصب في النهاية في مصلحتنا، أو هي مجرد إنفاق أموال والفائدة علينا نحن كأمة؟ هذه تحتاج إلى دراسة حقيقة للتعرف على أهمية أو كيف ننفق أو كيف ننفق الأموال على إدارة المعرفة. طيب، المعرفة لا تعني المعلومات، هذه أيضا نقطة مهمة. كثير مع الأسف كثير من المتعاملين في هذا الموضوع خصوصا السياسيين ينظرون إلى المعرفة أو إنماء المعرفة أو تنمية المعرفة أو النمو المعرفي، ينظرون إليه على أنه معلومات. وهذه أيضا قضية يعني خطيرة جدا، لأن الذي يقوم على هذا المشروع يجب أن يعرف أن المعرفة لا تعني المعلومات فقط. المعرفة هي عبارة عن خلطة متكاملة، وهي تعني المعلومات، طرق تحصيلها، المهارات الخاصة بها، هناك خلطة كاملة تسمى المعرفة. فالمعرفة هي ليست معلومات، هي ليست فقط معلومات. عندما نتكلم عن كيف نتكلم عن إنماء أو تنمية المعرفة في المجتمعات، فنحن نتكلم عن خلطة كاملة تشمل طرق تحصيل المعلومات، مهارات الخاصة بالمعلومات، طرق أو كيف هذه المعلومات نحولها إلى مشاريع، هذه كلها تدخل ضمن تنمية المعرفة. وعندك مثال حيوانات، المعرفة موجودة، لماذا الحيوانات لا تستفيد منها؟ لماذا الحيوانات لا تعرف كيف تحصل؟ ما عندها مهارات تحصيل المعرفة. فالذي يفرق الإنسان عن الحيوان هو ليس المعرفة، وإنما هذه المعرفة كيف يستفيد منها، كيف يتعامل معها، هل يمتلك مهارات لفهم المعرفة، لتطوير المعرفة، لإنتاج المعرفة، لإنتاج هذه طبعا كلها يجب أن تكون في الحسبان. لذلك يعني مثلا أعطيكم من الأمثلة حدثت عندنا، يعني مرة جاء واحد متبرع الله يجزيه خير، هو رجل محسن غني عنده أموال ويريد أن ينفع
الطلاب وطلبة العلم والأساتذة. فجاء إلى مكتبة، اشترى كل الكتب التي في المكتبة وأقام بأهداها إلى مكتبة الجامعة، يعني مبلغ كبير جدا، يعني اشترى عشرات الآلاف من الكتب، اشترى عشرات الآلاف من الكتب لي وأهداها لمكتبة الجامعة. يعني انظر الآن الفكرة الآن، عندما أهداها إلى مكتبة الجامعة، مكتبة الجامعة حارت ماذا تفعل؟ لماذا؟ لأن أغلب هذه الكتب التي أهديت هي لا تحتاجها. لماذا لا تحتاجها؟ مثلا أنت تعطيني كتاب أصلا موجودة عندي منه ثلاث طبعات، فأنت تعطيني، ماذا أفعل بالكتاب؟ أنا ما عندي مكان في المكتبة، يعني حتى أضع هذا الكتاب في المكتبة ما عندي مكان. فأنت تأتيني بهذا الكتاب، ثلاث نسخ أو أربع نسخ من هذا الكتاب وتعطيني. يعني انظر الآن نتكلم ماذا؟ نتكلم نحن عن إدارة المعرفة، عن مهارات التي يجب أن تكون موجودة في المعرفة حتى نستطيع أن نستفيد من المعرفة على أفضل وجه. هذه أمور كلها حقيقة عندما نتعامل مع كيف نقوم بتنمية المعرفة عند الفرد وعند المجتمع والاستفادة منها، هذه الأمور كلها يجب أن تكون حاضرة في الذهن ونحن نتعامل مع المعرفة. هذا مدخل عام، يعني أنا لم أدخل في الموضوع لكن هذا مدخل عام للموضوع. طيب دعونا نأخذ إلى مراحل تطور المنظومة المعرفية في الدول العربية قبل الإسلام. ماذا كان العرب عندهم قبل الإسلام؟ قبائل. هذا يعني المنظومة الموجودة في ذاك المنظومة السياسية منظومة قبلية. هذه المنظومة القبلية العلاقة بينها أو هذا النظام السياسي القبلي العلاقة بينه هي علاقة حرب. اللغة كانت مزدهرة، العرب يحبون اللغة واهتمامهم باللغة جعلهم يطورون اللغة. هنا انظر هذا الإنماء المعرفي في اللغة، فنمت اللغة العربية. لماذا؟ لأنه المجتمع كله، القبائل كلها هذه المتناحرة بسبب حاجتها للغة في الحرب وفي التفاخر وفي وفي وفي، قاموا بتطوير اللغة، فصار عندنا إنماء معرفي في اللغة غير طبيعي. اللغة العربية نمت بشكل غير طبيعي، صار فيها إنماء بطريقة يعني البلاغة والصرف والنحو في اللغة العربية. مع العلم العرب قبل الإسلام كانوا يعني لم يكونوا أمة ذات حضارة، يعني العرب قبل الإسلام ما كانوا أمة ذات حضارة، خاصة الجزيرة العربية. يعني ممكن عندنا في اليمن طبعا قامت بعض الحضارات لكن ما نستطيع أن نسميها حضارات منتجة للمعرفة، يعني لم ينتجوا المعارف، لم تأتينا كتب، لم تأتينا فلسفة، لم تأتينا معارف، أنتجتها الدول العربية التي قامت قبل الإسلام. يعني ليس مثل الحضارة مثل اليونانية أو الحضارة الرومانية أو الحضارة الفارسية مثل الحضارة الهندية، جاء منهم كم هائل من الإنتاج المعرفي. فالعرب قبل الإسلام المجال الوحيد الذي قاموا بإنماء المعرفة فيه وتطويرها هو اللغة العربية. طيب البقية الأمور، العرب كانوا أمة أمية، لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، ليس كلهم لكن أغلبهم. يعني النظام السائد هو ليس نظام معرفي، ليس نظام قراءة وكتابة. التجارة مع الخارج، أنا لماذا أنظر؟ لأنه سنرى أننا الآن كأننا نعيد، لأن نحن الآن في هذه الفترة كأننا نعيد أو كأننا رجعنا إلى تلك الفترة. فانظروا إلى هذه النقاط، قبائل تتحارب بينها، تهتم باللغة كثير، تتفاخر بينها كثير، تجارتها مع الخارج، أمة غير منتجة لما تأكل. طيب جاء الإسلام، ما الذي حدث؟ تغيير كامل في المنظومة المعرفية. يعني الذي حدث في صدر الإسلام هو تغيير كامل في المنظومة المعرفية. لماذا؟ مصادر معرفية جديدة، نظام قيم جديد. سنرى لماذا، ما أهمية نظام القيم في إنتاج المعرفة، سنرى بعد قليل. نظام قيم جديد، قفزة في إنتاج المعرفة. لماذا قفزة في إنتاج المعرفة؟ لأن صار جزء من الإيمان أنك تقوم بتطوير المعرفة، هذا جزء. طلب العلم صار فريضة في الإسلام، طلب العلم صار واجب على المسلمين، طلب العلم صار بمنزلة الجهاد. الحث الإسلام على التعلم على العرب أن يذهبوا ويتعلموا، لذلك مثلا في معركة بدر، يعني هذه من الأمثلة التي تضرب في معركة بدر، ما الذي حدث؟ أنه الأسرى حتى نطلق صراحك يجب أن تعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة. عمر بن الخطاب جعل التعليم إلزامي 7 أيام في الأسبوع، ولما ذهب إلى فتح بيت المقدس ورجع من فتح بيت المقدس، أطفال المدينة خرجوا كلهم يستقبلونه لأن كانوا يحبونه جدا. فلما استقبلوه وهو رأى فرحتهم به وأنهم كيف يحبونه، فقال ماذا تريدون؟ يعني يريد أن يعطوه هدية.
قالوا ما نريد المدرسة، هذه المدرسة متعبة، كل يوم نذهب إلى التعليم لأنه صار إلزامي. فقال حسن نعطيكم يومين في الأسبوع، فأعطاهم الخميس والجمعة، هذه إجازة ما فيها حتى يلعبون، فهو أول من أدخل هذه يومين إجازة في الأسبوع من التعليم. يعني هذا يعطيك أنه الآن ما الذي حدث في الإسلام؟ حدث أنه في تغيير. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أمر صحابة بتعلم لغة الفرس، تعلم لغة اليهود، تعلم لغة، لماذا؟ لأنه حتى من يعني تعلم لغة قوم أمن شرهم. طيب، فبدأ، انظر الآن بدأ العرب ماذا؟ بدأ العرب ينتقلون إلى نظام جديد. القبلية انتهت، الحرب هذه الداخلية انتهت، التجارة صارت التجارة تابعة، ما حدث في وثيقة المدينة وإنشاء أول سوق في الإسلام. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأنها طويلة، فحتى لا نأخذ من وقتكم حتى نبقى في موضوعنا. تغير يعني المنظومة كلها تغيرت. فهذا التغيير الكامل في المنظومة الاجتماعية أثر على المنظومة المعرفية وجعل المنظومة المعرفية تقفز، فبدأ الإنتاج المعرفي، فبدأت علوم عندنا. يعني العرب ما كان عندهم هذا علم أصول الفقه اللي هو يعني الفقه أو فلسفة القانون، اليوم نسميه فقه القانون أو فلسفة القانون، لماذا أصول الفقه مثلا، العقيدة وما شابه. بعد ذلك يعني كل هذه الأمور التي تطورت، من أين جاءت هذه الرقي في التعامل مع المعلومات، مع المعرفة، مع إنتاج المعرفة؟ كله من أين جاءت؟ جاءت لماذا؟ لأنه هناك صار تغيير شامل في الفكر العربي، يعني في فكر العرب عندما جاءهم الإسلام صار تغيير شامل. طيب، الدولة العباسية ماذا صارت؟ صارت نقلة نوعية أخرى. ما هي النقلة النوعية؟ العرب قبل الدولة العباسية، يعني في الدولة الأموية وفي صدر الإسلام ثم الدولة الأموية، كان إنتاج المعرفة محصور داخل الدولة الإسلامية نتيجة هذا التغيير في النظام الاجتماعي والنظام العقدي والنظام. فماذا صار؟ صار يعني إنتاج معرفة لكن داخلي. الذي حدث في الدولة العباسية أنه خلفاء العباسيين خصوصا يعني بدأت في أيام هارون الرشيد ووصلت قمتها في أيام المأمون، أنه أنت ترجم الحضارات الأخرى، كل ما عند الحضارات الأخرى ترجمه إلى اللغة العربية. هذه الترجمة التي حدثت، نقل المعرفة من الآخرين إلى النظام المعرفي العربي، حدث طبعا فيها أشياء إيجابية كثيرة وفي أشياء سلبية كثيرة. طيب، لماذا؟ سنرى بعد قليل. لأنه كان العقل العربي لم يهيأ، يعني الخطأ الذي وقع فيه خلفاء بني العباس أنهم قاموا بالترجمة قبل التهيئة، فنقلوا فلسفة الشعوب الأخرى إلى المجتمع العربي قبل تهيئة المجتمع العربي. سنرى بعد قليل ما معنى التهيئة، لأنه التعامل مع المعرفة حتى تقوم بالإنماء المعرفي يجب أن تكون عندك كسياسة، خطة استراتيجية كيف تتعامل، ولا تكون عندك مشكلة. وهذا الذي حدث أيام الدولة العباسية يحدث عندنا الآن، سنشرح بعد قليل هذا، يعني يحدث عندنا الآن. يعني الآن ما تنتجه مثلا هوليود وبوليود وكل هذه يعني المؤسسات الضخمة التي تقوم بتغيير منظومة القيم عند المجتمع الإنساني، التي هي جزء من الإنماء أو جزء من المعرفة الجديدة التي الآن تضخ لنا، كلها صارت الآن تحدث مثل أيام الدولة العباسية. الذي حدث ماذا؟ أنه في الدولة العباسية بدأت تدخل معارف، علوم جديدة، معارف جديدة، فلسفات جديدة، أفكار جديدة إلى مجتمع هو غير مهيئ لاستقبالها، يعني لم تجري التهيئة له. وصار كل واحد يعرف لغة يذهب يترجم ويأتي. هذه الكتب عندما تدخل الناس هم غير مهيئين يتأثرون بها. فصارت عندنا تحدث ماذا؟ تحدث عندنا فرق إسلامية كثيرة بدأت تظهر بسبب ماذا؟ بسبب هذه المرحلة. طبعا لا شك أن هناك معها أيضا هناك استفادة، يعني العرب استفادوا كثيرا من ترجمة العلوم أو معرفة الحضارات الأخرى، العرب استفادوا منها كثير جدا. كان هناك جانب إيجابي وكان هناك جانب سلبي. طيب، الذي صار ماذا الآن؟ صار عندنا منظومات قيم أخرى صارت تدخل على منظومة القيم العربية الجديدة التي القيم الإسلامية. يعني الإسلام عندما جاء
جاء إلى القيم العربية التي كانت قبل الإسلام، أخذ منها بعضها وطورها وأضاف إليها قيم جديدة، فصار عندنا منظومة قيم. ونحن نعرف أن منظومة القيم هي مؤثر ولاعب أساسي في إنتاج المعرفة. الآن ما الذي حدث عندما صارت هذه الترجمة؟ صارت عندنا مشكلة، بدأت تدخل ماذا؟ تأثيرات مؤثرات على نظام القيم، فبدأ نظام القيم يتخلخل. وعندما بدأ يتخلخل نظام القيم، بدأت تظهر الصراعات والحروب الفكرية. ويعني أبسطها أو ليس أبسطها، نقول أوضح مثال عليها، الصراع الذي حدث مثلا بين المعتزلة وبين أهل الحديث. طيب، في مسألة الصفات ويعني كيف نفهم من هو الله. طيب، صراع ضخم أدى إلى استنزاف الأمة في حروب فكرية، حروب فلسفية ساهمت بشكل كبير في إضعاف الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب ننظر كيف هذه المعرفة كيف تؤثر على الدول، نهضة الدول أو سقوط الدول إذا لا تعرف كيف تتعامل معها. هنا الذي حدث في أيام الدولة العباسية، ما استطاعوا أو ما عرفوا أو ما أحسنوا، أو دعونا نقول كان في خلل ما انتبهوا له. طبعا بسبب يعني تعرف الخلفاء ليسوا خريجين جامعات، ويعني كانت المهارات هي مهارات هو ما يتعلمه من المحيط به، فما كانوا ينتبهون إلى هذه الأمور كثيرا، فصار خلل بسبب أو بآخر في المعلومات أو المعرفة التي جاءت من الخارج، أدت إلى هذا الصراع أو بداية الصراع. طبعا بعد ذلك انتهينا إلى الفترة المظلمة. الفترة المظلمة طبعا تعرفون أسبابها، منها أسباب سياسية، الصراع والقتال بين الخلفاء وبين أبناء الخلفاء وما شابه ذلك، عدم وجود نظام سياسي ثابت أو نظام سياسي كما نقول مؤسسي مؤسساتي. ما عندنا، الخليفة هو المؤسسة، الخليفة هو النظام، يموت الخليفة يأتون أولاده ويتصارعون، فما في مؤسسة تسيطر على هذا الصراع الذي يحدث بين أبناء فصارت طبعا الدولة بدأت تسقط تنهار، وبدأنا فترة مظلمة. هذه الفترة المظلمة طبعا نظام عجيب، يعني إذا تذهب لتقرأ أو تفهم ما حدث في الفترة المظلمة، أنا أتكلم عن الفترة المظلمة هذا قبل سقوط بغداد، يعني مع كثير من الناس يقولون أن الفترة المظلمة بدأت في سقوط بغداد، حقيقة هذا الكلام غير دقيق، لأن الفترة المظلمة بدأت بفترة طويلة قبل سقوط بغداد. الفترة المظلمة يعني بدأت بعد المعتصم تقريبا، يعني بعد موت المعتصم بدأت أو بدايات الفترة المظلمة، وبدأت كل يوم تزيد إلى أن وصلنا إلى سقوط بغداد ودخول التتار إلى ما صاحب ذلك. هذه الفترة، فترة المظلمة، صارت عندنا الجاهلية رجعت إلى المجتمع العربي والمعرفة الإسلامية موجودة. فلذلك نرى يعني عندما نقرأ الذي يقرأ في تلك الفترة ليفهم النظام المعرفي أو الإنتاج المعرفي الموجود في ذاك الوقت، ترى شيء يعني يصعب فهمه. أعطيكم مثلا مثال، أرقى أبيات التوبة قالها أبو نواس، وأسوأ أو أحط أبيات في يعني الأخلاق قالها أبو نواس. يعني هذا فقط يعني مثال، طبعا ممكن نضرب عشرات ومئات الأمثلة. الغزالي، يعني الإمام الغزالي واحد من 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 أفضل الأمثلة أو أوضح الأمثلة على الفترة المظلمة. هذا يعني من يقرأ الغزالي تعرفون مر بثلاث أو أربع فترات مختلفة. طيب، من رجل فيلسوف مناصر للفلسفة إلى أشد الناس محاربين للفلسفة، ثم انتقل بعد ذلك ليكون أشعري، ثم انتقل بعد ذلك ليكون أهل الحديث. تجد مؤلفات الغزالي عجيبة غريبة. لماذا؟ يعني ما هو السبب في هذا؟ أنه في تلك الفترة تداخلت أنظمة معرفية كثيرة. فالنظام المعرفي أو إنتاج المعرفة سنرى بعد قليل يحتاج إلى منظومة قيم. إذا لا توجد عندنا منظومة قيم،
فسيحدث ماذا؟ أنه المعرفة التي تأتي عليك لن تكون مفيدة بقدر ما تكون مضرة. لماذا؟ لأن سيكون عندك تصارع داخل المجتمع. لذلك انظر مثلا في الغرب، دعنا نذهب إلى أمريكا، دعنا نذهب إلى أوروبا، عندهم نظام قيم، أي شيء في المجتمع خلاف نظام القيم يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون. لا تقول لي حريات، يقول لك لا أنت الآن بدأت تتضارب مع نظام القيم، لا يسمحون لأي واحد. عندهم هم وضعوا مكتوبة عندهم في الدستور ما هي قيم المجتمع، قيمنا 1 2 3 4 5 6. أي شيء، أي معرفة، أي معلومة، أي كلمة، أي جملة، أي كتاب يدخل يتعارض مع هذه القيم يرفض. لا يسمحون بدخول معرفة جديدة تتعارض مع نظام القيم. وفرنسا مثالها، أنت تقول لي حجاب، يقول لك انسى الحجاب، لماذا؟ أنت تتعارض مع نظام القيم، هذا نظام قيمنا. أنت الآن تأتينا بمعلومات ستدمر نظام القيم الذي عندنا، فلن نسمح لك. تقول لي معرفة، حرية اعتقاد، حرية، هذه قضية لا تمشي عندهم. لماذا؟ لأنك أنت ستدمر، هم ينظرون لها، وهذا صحيح، أنت تدمر المجتمع. نحن أيضا يجب أن نفعل هذا، يعني نحن أيضا في مجتمعاتنا يجب أن نفعل ما تفعله فرنسا. أنا عندي مجتمع أريد أن أحافظ على هذا المجتمع، فأحافظ عليه من كل دخيل. الدخيل الذي لا ينفع المجتمع يجب أن لا يدخل. أنا لن أسمح بدخول أي معرفة، أسمح بدخول المعرفة التي تساعد على تطوير المجتمع. لكن إذا كانت عندي معرفة ستؤدي إلى تدمير المجتمع، لماذا أسمح لهذه المعرفة بالدخول؟ هذا الذي حدث في صدر الإسلام وفي أيام الدولة الأموية، كان هذا النظام القيمي الذي يمنع دخول أي معرفة لتدمير المجتمع كانت موجودة جدا. لما بدأت الفترة الدولة العباسية وبدأت فترة الترجمة والانفتاح غير المقنن أو الانفتاح على الآخرين بغير وجود الحدود، بدأت عندنا مشكلة، وقادت هذه المشكلة إلى الفترة المظلمة. فإذا هذا الذي يعني لماذا نقول هذه المراحل، لماذا؟ لأنها نحن الآن نريد أن نتعامل مع المعرفة. كيف نتعامل مع المعرفة؟ انظر إلى الماضي، انظر إلى التاريخ، انظر ما الذي حدث، انظر الآخرين ماذا يفعلون. هم عندهم نظام يقول لك نحن نسمح. من أنت؟ تقول نحن مثلا أنا مسلم أريد أمارس الدعوة، يقول لك نعم تمارس الدعوة في المجتمع الأمريكي، لكن بشرط. ما هو؟ أنك لا تتعارض مع القيم. إذن حريتك مقيدة بنظام القيم الموجود عندهم، لا يسمحون لك. لذلك الآن لو تذهب إلى الغرب، إلى أمريكا مثلا، وتقول على الذين عندهم ميول مثلية، تقول هذا شذوذ، يقول لك الآن صارت جريمة. لا، ماذا؟ يقول لك لا، هذه قيم مجتمعتنا. أنت الآن تتعارض، عندما تقول على المثليين تقول عنهم شاذين، فأنت الآن تخالف قيم المجتمع، إذن هذه جريمة يحاسب عليها القانون. هل نحن يعني مثلا في دولنا وضعنا نظام مثل هذا، أو ندعو إلى الانفتاح الكامل؟ لا، يقول لك حرية، أنت قل ما تشاء وافعل ما تشاء. طبعا نحن لا نتكلم عن نظام دكتاتوري، نريد أن نفرض نظام دكتاتوري، لا، نحن نتكلم عن عندما نحن كمجتمع بكامله نكون كمنظومة اجتماعية تريد أن تحافظ على نفسها، فماذا تفعل؟ يجب أن نفعل هذا. طيب، الدولة العثمانية، تعرفون الذي حدث في الدولة العثمانية هو استمرار. يعني الدولة العثمانية هي دولة قوية، لكن النظام المعرفي فيها كان كأنه نظام الفترة المظلمة. يعني الدولة العثمانية لم تهتم لتطوير النظام المعرفي لتجعله نظام يعني إسلامي أو تعود به إلى صدر الإسلام أو زمن الدولة الأموية. لا لا، الدولة العثمانية اهتمت بنفسها كنظام سياسي قوي، وكانت نظام سياسي قوي لفترات طويلة، لكن النظام المعرفي هي لم تهتم له، أو دعونا نقول هي اهتمت به لكن قليل، يعني لم يكن الاهتمام الكافي للارتقاء بالنظام المعرفي. لذلك عندما سقطت الدولة العثمانية كنظام سياسي كل شيء سقط معها. لماذا كل شيء سقط معها؟ لأننا ما نمتلك، يعني عندما سقطت، يعني الذي اكتشفه نحن كعرب، عندما سقطت الدولة العثمانية، طيب نحن كانت تقودنا الدولة العثمانية كدولة إسلامية، ذهبت الدولة العثمانية، من نحن الآن؟ ما نعرف. هل الذي حدث في الدول العربية؟ نحن ما نعرف. لماذا ما نعرف؟ أمية، جهل، تخلف،
النظام المعرفي لم يكن راقي عندنا، ما ارتقى بنا النظام المعرفي، يعني ما تم الارتقاء بالنظام المعرفي أو المنظومة المعرفية أو التنمية المعرفية لم تكن على مستوى يساعدنا عندما سقط النظام السياسي نحن كمجتمع نستطيع الاستمرار أو نستطيع أن نقوم بإنتاج نظام سياسي آخر يساعد على المجتمع. هذا الذي حدث. طيب الآن العصر الحديث نحن لازلنا نعيش في الفترة المظلمة. الفرق بيننا وبين أنه عندنا كمبيوتر، عندنا طائرة، عندنا سيارة، لازالت موجودة هذه الأشياء، الأشياء موجودة عندنا، لكن هل عندنا منظومة معرفية نستطيع أن نسميها منظومة معرفية صحيحة؟ سنتكلم بعد قليل. نحن لا يوجد عندنا، يعني إذا الذي يقوم بالدراسة في المنظومة المعرفية أو في إنتاج المعرفة أو كيف ننتج المعرفة يرى أننا تقريبا صفر. يعني ربما هناك محاولات، يعني نحن لا نقول لا توجد، هناك محاولات كثيرة في كثير من الدول، هناك محاولات، لكن هذه مجرد محاولات، هي مجرد، ربما واحد يقول انظر نحن في الجزائر فعلنا كذا، في العراق، هذه كلها محاولات، لكن هل استطعنا نحن كأي دولة من الدول بلا استثناء، خذ أي دولة عربية بلا استثناء وقل لهذه الدولة استطاعت أن تنتج منظومة معرفية، وهذه المنظومة المعرفية قادرة على الإنتاج، قادرة على التعامل، قادرة على النمو بشكل صحيح. أعطيني دولة واحدة أنا أتحدى في هذا، ومستعد أعمل مناظرة مع أي شخص يريد أن يتكلم في هذا الموضوع. حقيقة ما عندنا هذا الشيء، يعني لم يحدث عندنا هذا التطور في المنظومة المعرفية حتى نكون قادرين على إنتاج المعرفة. إذن الفترة الوحيدة التي امتلكنا فيها، يعني نحن كعرب أو كمسلمين، الفترة الوحيدة التي امتلكنا فيها منظومة تساعدنا على تطوير المعرفة وإنتاج المعرفة والتعامل مع المعارف الأخرى بشكل جيد هي فقط في فترة صدر الإسلام والدولة الأموية. أما بعد ذلك بدأت عندنا هذا الانهيار والانكسار والتراجع إلى وصلنا إلى الآن ما نحن عليه الآن. طيب دعونا نرى ما هي أسس بناء المنظومة، يعني حتى نقول أنا عندي منظومة معرفية قادرة على الإنتاج وقادرة على التعامل وقادرة على النمو، ماذا أحتاج؟ طيب أول شيء عندك رؤية ورسالة. أنا الآن هذا سؤالي، نحن الآن كدول عربية هل نحن جمهوريون؟ هل نحن ملكيون؟ هل نحن صناعيون؟ هل نحن زراعيون؟ ماذا نحن؟ هل هذا السؤال لو وجهناه لأي واحد من أي دولة عربية وقلنا له أنت كدولة، أنت الآن كدولة ما هي منظومتك المعرفية؟ ما هي أهداف منظومتك المعرفية؟ النمو المعرفي الذي تريد أن تقوم به وتوجهه وتنتجه وتطوره ما هو؟ ما هي أهدافه؟ أنا كعراقي مع كل علاقاتي مع الناس، مع نقاشاتنا، مع الدورات، مع المحاضرات، مع الكتب والرسائل التي نقرأها، مع المقالات السياسية، ما عندنا، نحن ما عندنا أهداف ورؤية ورسالة. نحن نصف المجتمع يقول لك نحن أتباع الولي الفقيه، والنصف الآخر يقول لك نحن أكراد نريد أن نستقل، النصف الآخر يقول لك أمة، ما عندنا أهداف. ما هي أهدافك؟ ما هي رؤيتك؟ ما هي رسالة؟ ما عندنا رؤية أو رسالة. طيب لازال عندنا إلى الآن ناس ينادون في المناطق الغربية يقول لك يعود العائلة الهاشمية تعود تحكم العراق، ما عندنا رؤية. يعني نحن كمنظومة اجتماعية لا نملك هذه الرؤية والرسالة أبدا، والذي لا يملك رؤية ورسالة كيف يستطيع أن يتعامل مع المعرفة؟ لأن أنت حتى تتعامل مع المعرفة تحتاج إلى أن تكون عندك رؤية واضحة. طيب هذه أول، يعني أول الأسس. الأساس الثاني القيم المشتركة. نحن الآن لو سألت أي واحد هل نحن قيمنا في الدول العربية هل هي إسلامية، هل هي شيوعية، هل هي علمانية؟ من يستطيع أن يخبرني؟ لماذا؟ لأنه يعني انظر كل الدول، نحن إلى الآن نتناقش هل الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع أو هو مصدر من مصادر التشريع؟ هل الإسلام يجب أن يحكم الدولة والقيم الإسلامية هي تحكم الدولة وتحكم المؤسسات أو لا الإسلام لا يحكم؟ عندنا صراع وفوضى لا حدود لها، والذي ما عنده قيم مشتركة ما يستطيع أن يتعامل مع المعرفة ولا يستطيع أن ينمي المعرفة. لماذا؟ لأنه مثل ما حدث في السابق، الذي يحدث عندك كل مجموعة ستتعامل معرفة بطريقة تتعارض مع المجموعة الأخرى، سيحدث صراع، ستحدث أزمات ومشكلات تفرق وتشتت المجتمع.
لذلك كل الدول تسعى إلى ماذا؟ إلى توحيد القيم. يعني مثالها نحن الآن في ماليزيا. في ماليزيا لما الحكومة الماليزية الأولى بعد يعني بعد خروج البريطانيين، لما البريطانيين سلموا الحكم إلى يعني ماليزيا استقلت بدون حرب، البريطانيين قرروا أن يتركوا ماليزيا، ما عندهم قدرة على الاستمرار في البقاء في ماليزيا بسبب انهيار المدى هذا. بريطانيا العظمى انهارت بعد الحرب العالمية الثانية، فما يستطيعون الاستمرار في هذه الدول، فقرروا، جاءوا الماليزيين قالوا نحن ماشيين الله معكم، وخرجوا يعني. فلما جاءت هذه الدولة الأولى أو النواة الأولى للدولة الماليزية حتى يتعاملوا مع ماليزيا، ماليزيا كانت بوذيين يشكلون 35%، هندوس يشكلون 15%، مسلمون يمثلون 50%. يعني أنت عندك 50% مسلم 50% غير مسلم، ما هي قيمك المشتركة؟ طبعا تعرفون في البداية يعني ربما بعضكم قرأ عن هذا، صارت بعض المشاكل وكذا، أدت إلى حرب 62 63، بعدين إلى أن 70 و 71 استقلت سنغافورة بسبب هذه المشاكل، إلى أن الناس جلسوا قال لك لا هذه ما يمكن أن تستمر، فجلسوا وعملوا شيء اسمه القيم الماليزية. فجلسوا جاءوا بكل الأديان بكل التوجهات بكل الأطياف، جلسوا ووصلوا إلى الآن توجد يسمونها القيم الماليزية المشتركة، ووضعوا مجموعة من القيم. فنحن الآن يعني عندما نبني المناهج، عندما هناك قانون يريد أن يشرع في البرلمان أو أي مؤسسة أو أي شركة تريد، يجب أن تلتزم بما يسمى هذا بالقيم الماليزية. فالآن المعرفة عندما تقوم أنت بإنماء معرفي، ما تستطيع أن تتعارض مع القيم الماليزية. أول ما تتعارض مع القيم الماليزية يوقفوك، انتهى الأمر، لا يمكن. إذن هذه القيم المشتركة هي يعني ركن مهم في بناء المنظومة المعرفية وفي إنتاج المعرفة وفي الإنماء المعرفي. طيب الآن سؤالنا، هل نحن عندنا، إذا نحتاج نحن في دولنا في الدول العربية أن نجلس هذه الجلسة، الجميع بلا استثناء الكل يجلس، يجب أن نصل إلى قيم مشتركة، وبدأ بعد ذلك نبدأ نتعامل مع المعرفة وتنمية المعرفة وتوجيه المعرفة بناء على هذه القيم التي تكون ولا أحد يخالف. الموارد البشرية هذه طبعا مهمة جدا، لأنه ما يمكن أن تعمل منظومة معرفية مع الحيوانات. الذين يقومون بالإنتاج المعرفي، الذين تريد أن تنمي عندهم المعرفة، الذين تريد أن تزودهم بالمعرفة، الذين تريد أن يطوروا المعرفة هم بشر. البشر حتى يتعاملون مع المعرفة يحتاجون احترام، تطوير، دعم، تقدير، كل هذه الأمور. لذلك المشكلة عندنا ماذا؟ هذه الموارد البشرية تهاجر، ما نسميه بهجرة العقول. يعني سأعطي مثال، قبل 3 سنوات من الآن أحد الأخوة، لا أعرف يعني هو حدث خطأ، وضع إعلان أنه المركز الذي أنا أعمل فيه يحتاج إلى مدرسين لغة عربية، خطأ يعني، هو حقا نحن ما نحتاج، لكن هو لا أعرف، هو صار خطأ في وقتها يعني غير مقصود، لكن يعني بشر أخطأنا، ووضع اسمي وكتب أنه من أراد أن يعني يقدم على هذا يتصل بي، يرسل على هذا الإيميل، ووضع إيميلي أنا. أنا فجأة يعني لأن رابط هذا مع الهاتف الإيميل، فتأتيني إشعار، كل ما يأتيني إيميل جديد يأتيني إشعار، ففجأة الإشعارات بدأت تأتي بطريقة غير طبيعية. أنا في يوم واحد استلمت 500 إيميل، 500 إيميل في يوم واحد أنا استلمت لطلب العمل عندنا في المركز. نحن المركز الذي أنا يعني أعمل فيه لا نقبل واحد عنده دكتوراه، يعني نحن الحد الأعلى عندنا هو ماجستير الذي نقبله يعمل معنا يعني. لماذا؟ لأن نحن يعني هذا مركزنا، قدرتنا المادية حتى ندفع مرتبات ما نستطيع أن نمنع لواحد فالذي عنده ماجستير. المشكلة أنه هذه 500 إيميل أو أكثر، طبعاً يعني بعد ذلك أنا أغلقت الإيميل حتى لا أستلم يعني أي رسالة جديدة حتى نحل المشكلة، وضعنا إعلان واعتذار للناس ووزعنا إعلان أن هذا الكلام غير صحيح. المشكلة أنه هذه 500 إيميل أكثر من 300 شخص
يعملون درجة دكتوراه من دول عربية مختلفة ويعملون في جامعات. الآن أنت انظر ال 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 واحد يعمل دكتوراه يعمل في جامعة عربية يريد أن يترك العمل في الجامعة العربية وينتقل إلى ماليزيا ويعمل بمرتب يعني يحمل ماجستير وليس الدكتوراه. لماذا؟ طبعا المرتب لأنه أعلى والامتيازات الحياة والتأمين الصحي والمدارس الأولاد ما موجودة عنده هنا. الموارد البشرية الموجودة عندنا تشعر أنها غير قادرة على تنمية المعرفة في ظروف البيئة. سنرى بعد قليل البيئة أهمية البيئة فيها. البيئة غير قادرة على احترام الموارد البشرية أو تقدير أو تطوير الموارد البشرية. لذلك هذا مفهوم تطوير الموارد البشرية من أهم نقاط الإنماء المعرفي. يجب أن تنظر إلى الإنسان ماذا يريد، تحترمه كإنسان، تعطيه حقوقه كإنسان إذا أردت أن تقوم بتطوير المعرفة. وإلا لا يمكن أن تطور المعرفة عند شخص هو لا يشعر أنه إنسان أصلاً. يعني هذه النقاط مهمة جداً في أسس بناء المنظومة. ننظر إلى الدول العربية، أستاذ في الجامعة يسكن في عمارة ما فيها ماء، ينقطع عندهم الماء. أنا أتكلم عن العراق، أتكلم عن بلدي، ما عنده كهرباء. أكثر مناطق العراق ما فيها كهرباء، نحن نشتري الكهرباء من صاحب المولدة. عندنا واحد يأتي بمولدة ثم نشتري منه الكهرباء، طرق غير معبدة، احترام ما في. نحن عندنا الآن طلاب في الجامعة لأنه ينتمي إلى حزب سياسي أو ينتمي إلى ميليشيا من الميليشيات ممكن يهين أي أستاذ. إذا الأستاذ ما عنده ميليشيا تحميه وما عنده حزب يحميه، ممكن الطالب المنتمي إلى ميليشيا ما يحترم الأستاذ أو ما يحترم المدير. وأظن تدخل على اليوتيوب وترون قصص كثيرة مثل هذا. وأيضا يعني أنا لا أتكلم فقط عن العراق، أتكلم عن العراق بصفة عراقي، يعني لا أريد أن أتكلم على آخرين، ربما يعني الناس لا تحب أن واحد يتكلم عن بلدانهم بطريقة، لكن هذا الواقع. شرطي في أي دول عربية ممكن يوقف أستاذ جامعة ويهينه، وأستاذ الجامعة ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع حتى يأخذ حقه من هذا الشرطي، دورية في الليل أو كمين أو ماذا يسميه، نقطة تفتيش الشرطي فيها يكون يعني متسلط على أستاذ جامعي وعادي جدا. يعني فهذه يعني قضية بناء المنظومة المعرفية. طيب نحن كيف نتكلم؟ هذا الكلام ما كان موجود، هذا الكلام ما كان موجود في السابق. في السابق عندما يأتي العالم يأتي على معاوية، على سليمان بن عبد الملك، أحد العلماء ما يزور سليمان عبد الملك، فقال نادوه هذا لماذا لا يأتي يزورني. فجاء هذا الرجل فدخل على سليمان. فأول ما دخل على سليمان صعد وجلس، هذا عنده أريكة وعنده سرير يجلس عليه، لأن هذا سليمان كان سمين جدا، كان أكول وكان سمين جدا، كان يعمل له سرير يجلس عليه. فهذا صعد العالم وجلس بجانب سليمان بن عبد الملك، وقال له كيف أنت يا سليمان؟ لا قاله أمير المؤمنين، ولا جلس في المكان المخصص للرعية، ولم يخلع حذاءه، دخل بحذاءه بنعاله. فالحارس والكذا فيقول له هذا يعني ماذا تفعل؟ قال ماذا فعل؟ قال كيف تجلس؟ قال والله أنا جلست معه وهو ليس خير مني، يعني هل هو لأنه أمير المؤمنين هو خير مني؟ لا، هو ليس خير مني، إذا هو أمير المؤمنين أنا عالم. ثم أنا ناديته باسمه، هو اسمه سليمان، هذا اسم الذي أبوه سماه سليمان، أنا ما أسأت إليه، ماذا تريد مني؟ لماذا ناديتني؟ فسليمان قال لا أريد منك شيء، اذهب. يعني القصد ماذا؟ العالم كان له احترام، كان له. وأنتم تعرفون العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام عندما ذهب إلى مصر واشتكوا عليه، أنا لا أريد أن أطيل الوقت يعني اللي عندنا أمثلة كثير، واشتكى عليه أنه هو يسيء إلى المماليك، فالأمير المملوكي ناداه قال أنت تسيء لنا؟ قال نعم أسيء لك. قال لماذا؟ قال أنت عبد مملوك لشخص، كيف تحكم المسلمين؟ هكذا يعني هكذا. فقال له أخرج، ما تبقى معي في البلد. ما يستطيع يقتله، لماذا؟ لأنه المجتمع كان يحمي العلماء. فعندما خرج سليمان خرج كل أهل عندما خرج العز بن عبد السلام أهل مصر خرجوا معه،
علية القوم والتجار وخرجوا معه. فجاء الحراس إلى هذا الأمير المملوكي قال له يعني هذا الناس ماذا؟ قال بدأ الناس يخرجون مع العز ما بقي أحد. فقال أعيدوه هذا يعمل لنا كارثة. وتعرفون القصة بعد ذلك، وباع يعني باع الأمير في السوق. يعني هكذا كان، هكذا أهمية البشر، أهمية أهل العلم، أصحاب المعرفة لهم قيمة في المجتمع. هذه القضية نحن الآن عندنا تقريبا، يعني أنا لا أقول في كل الدول العربية لأنه في بعض الدول العربية لا زال الاحترام موجود، لكن عندنا في بعض الدول العربية سقط هذا الاحترام والدعم غير موجود، تطوير غير موجود. يعني هذه أمور كثيرة جدا تحتاج أن ننتبه إليها، تحتاج أن ننتبه إليها. في طيب الموارد المادية، استثمار، تنمية، ترشيد. نحن طالب العلم عندنا يعني في السابق في أيام الدول السابقة كان طلبة العلم لهم مورد، لهم يعني دعم من الدولة. طيب والناس كانت أهل الصدقات وأهل ما يعطونهم. الموارد المالية كانت تستثمر في المعرفة، في تنمية المعرفة، في إنماء المعرفة، إنشاء مراكز بحوث. سنرى، سأعطيكم أمثلة على هذا، الموارد المادية، ميزانيات الجامعات، سأعطيكم بعد مثال. والله شيء مبكي مبكي مبكي، يعني واحد والله يبكي. يعني لو كان اللطم حلال في الإسلام لطمنا على الخدود. يعني على كيفية استثمار الموارد المادية في المعرفة، ما عندنا استثمار مادي في المعرفة، لا يوجد. نتكلم عن إنماء معرفي، أي إنماء معرفي بدون مادة؟ يعني أنت الآن في زمن ما تستطيع أن تقوم بهذه التنمية من غير أجهزة، معدات، بحوث، رحلات سفر، لقاءات، مؤتمرات. هذه كلها تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى استثمار، هذا كله غير موجود عندنا. الوحدة العضوية، نحن الآن أي دولة عربية تكلم معها ما عندنا وحدة. أمريكا 50 ولاية، كل ولاية هي بمقام دولة، لكنهم كلهم دولة واحدة تسمى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن دولة واحدة، نتكلم مثلا العراق، نتكلم وكل واحد منكم أظن كلنا عندنا تقريبا أو أغلبنا، لا أقول كل، لكن كلنا عندنا هذه المشكلة. نحن في العراق ما نشعر أننا دولة واحدة. السنة يريدون دولة لهم، والشيعة يريدون دولة لهم، والأكراد يريدون دولة لهم، والأتراك يريدون دولة لهم، التركمان عندنا في العراق. نحن ما نشعر أننا أمة واحدة، ما نشعر أننا بلد واحد. لا يمكن أن تكون هذه الحالة موجودة وتقوم بإنتاج معرفي. انسى الإنتاج المعرفي، ما يمكن أن تقوم بتنمية المعارف عند الناس. لماذا؟ لأنه أصلاً الناس ما مهتمين بهذا الموضوع. إذا لم تكن المجتمع منظومة واحدة، المنظومة الاجتماعية إذا لم تكن واحدة، لم تكن متآلفة، لا تتكلم عن المعرفة، المعرفة هنا ستنتهي. هذه القضايا كلها نحن لا يعني ما نتكلم فيها، ما نتعامل معها، ما نحاول أن نجد لها حلول. ثم نتكلم عن الإنماء المعرفي، أين الإنماء المعرفي؟ سابقا كان من يخرج على أمير المؤمنين؟ حتى كان أمير المؤمنين ظالم، كان أمير المؤمنين فاسق، لكن ما أحد يخرج عليه. لماذا؟ لأنه الخروج على أمير المؤمنين يعني انتهاء الوحدة العضوية، يعني ستكون دويلات والدويلات تقاتل بعضها بعض. يقول لك ما يمكن أن تقوم أمة، ما يمكن أن تقوم حضارة إلا بوجود الوحدة العضوية. طيب هذه الوحدة العضوية غير موجودة، ماذا نفعل؟ نحتاج أن نعمل على هذا، ونحن نعمل على الإنتاج المعرفي. إذا كنا نريد أن ننتج المعرفة، نريد أن ننمي المعرفة، يجب أن ننتبه إلى هذا. طيب خطة استراتيجية، أنا أتحدى في هذا، يعطيني واحد يقول نحن عندنا خطة استراتيجية للإنماء المعرفي. إلا بعض الدول، يعني قطر، الإمارات، ممكن السعودية، ممكن عندهم مشاريع، يعني نسميها مشاريع للإنماء المعرفي أو للإنماء لكن نحن نتكلم عن عموم الوطن العربي والعالم الإسلامي عموم، بس العالم نتكلم عن العربي باعتبار نحن أنا عربي أتكلم عن هذا. ما عندنا هذه الخطة الاستراتيجية. يعني أنا أتكلم عن العراق، ما هي عندنا الخطة الاستراتيجية للإنماء المعرفي؟ ما هي؟ ما عندنا. ما هي الخطة الآن؟ خطتنا بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، ما عندنا هذه الخطة. لو تكلمنا عن الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا، أو الناس اللي في ليبيا مثلا، أي يقول أي خطة استراتيجية؟ يقول لك أنا كدولة وجماعة الشرق وجماعة الغرب وناس تذبح ناس، وأصلا ما عندنا دولة تكلي خطة استراتيجية للإنماء المعرفي. يعني رأيك؟ طيب إذا كانت هذه الأسس التي تقوم عليها المنظومات المعرفية لإنتاج المعرفة ولتنمية المعرفة،
وهي غير موجوده، فاي انماء معرفي نتكلم عنه نحن؟ يعني هذه كل النقاط. وثيقه المدينه، هذه من الامثله الرائعه عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الى المدينه، المدينه ماذا كان فيها؟ كان فيها اولا الاوس والخزرج واحد، ثم عندنا بعض القبائل المتحالفه مع الاوس او متحالفه مع الخزرج، وعندنا اليهود الذين بعضهم متحالف مع الاوس وبعضهم متحالف مع الخزرج. اذا نحن عندنا اربع جهات، عندنا الاوس، عندنا الخزرج، عندنا القبائل العربيه المتعاونه المتحالفه اما مع الاوس او الخزرج، وعندنا اليهود الذين هم اما متالفين مع الاوس ومع الخزرج. يعني الوحده العضويه غير موجوده، الوحده العضويه غير موجوده. فماذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه كتب وثيقه المدينه. ماذا فعل؟ ارسل على كل هؤلاء، جلسوا واتفقوا على اتفاقات، ماذا لي وماذا لك؟ انتم اليهود ماذا تريدون؟ 1 2 3. نحن الاوس نريد 1 2 3. الخزرج نريد 1 3. القبائل العربيه المتعالفه ماذا تريدون؟ 1 2 3. كلها جمعت ثم كتبت وثيقه تسمى وثيقه المدينه، التي اول دستور كتب لاداره الدوله في المدينه. وهذا الدستور كان الوثني موجود فيه، والذي يعبد الاوثان وما احد يحاسبه، لم تكن جريمه يعني في ذلك الوقت. واليهود كانوا موجودين والمسلمين موجودين، والكل موجود وله حقوق ضمن هذه الوثيقه. اتفقوا، يعني هو المجتمع اتفق كيف نكون امه واحده او دوله واحده او مجموعه واحده، وكل واحد من عندنا يعمل من اجل هذه المجموعه. طيب نحن الان نعيش حاله ما قبل الاسلام، ناس تقتل ناس، ناس تكره ناس، ناس يعني كاننا لسنا من 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 دم واحد. يعني نحن نتكلم عن العرب، يعني كعرب نحن ما نتكلم كاننا من 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 دم واحد، كاننا من 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 دماء مختلفه. طيب السؤال الان الذي نحن يعني نساله، او يعني نريد ان 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 نوضحه في هذه المدينه، اما انا الوقت ان نجلس ونكتب هذه الوثيقه، نكتب وثيقه مثل وثيقه المدينه، دستور نتفق عليه؟ يعني الاسلامي والعلماني الى الان يصارعون، الاسلامي يتحالف ضد العلماني والعلماني يتحالف ضد الاسلامي. طيب متى 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 سنكتب هذه الوثيقه؟ خلاص لا العلماني يستطيع ان يزيح الاسلامي ولا الاسلامي يستطيع ان يزيح العلماني. هذه يعني واضحه ووضوحا لا غبار عليه. طيب اما انا الوقت ان نجلس ونتكلم ونتفاهم، نرى طريقه كيف نعيش، كيف نرتقي، صحيح؟ يعني هذا الذي نريد ان نقوله. طيب دكتور الله يعطيك العافيه، تبقي معنا ربع ساعه من زمننا. نعم ان شاء الله، بارك الله فيك. ان شاء الله. مبادئ العامه، توازن. يعني ايش التوازن؟ التوازن الانسان له احتياجات وله قدرات، طيب وهو ينمو. يعني ممكن واحد يقرا نظريه بياجيه في 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 النمو، النمو المعرفي. الانسان في كل مرحله من مراحل عمره له احتياجات وله قدرات. يعني مثلا في مرحله الشباب عنده قدرات، الذي في عمري 60 سنه قدراته اقل. طيب انا الان احتياجاتي تختلف عن احتياجاتي قبل 20 سنه و 30 سنه. طيب هذه يجب ان يكون هناك توازن بين الاحتياجات وبين القدرات. انت الان تريد ان تنتج معرفه، حتى تنتج معرفه تريد ان تتعامل مع المعرفه القادمه، معرفة الموجودة عند الآخرين، تريد أن تأتي بها حتى تستفيد منها، أنت تريد أن تقوم بتنمية المعرفة عند الشخص. يجب أن يكون عندك هذه النوع من التوازن، النوع من يجب أن يكون موجود. أنت عندك إمكانيات، عندك بيئة تعيش فيها، ما يمكن أن تخرج خارجها، فما يمكن أن تأتي بمعلومات وتأتي إلى بيئة هي غير مؤهلة، غير مهيئة لهذه المعلومات. لماذا؟ لأنه يختل التوازن، يختل التوازن. إذن يجب أن يكون دائما في بالك مسألة التوازن عندما تتعامل مع المعرفة، يجب أن يكون هناك توازن. أعطيكم مثلا مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يقرأ بكتاب لليهود، قال عمر ما هذا؟ قال كتاب اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما يكفيك ما جئت به؟ يعني أنا الذي جئت به ما يكفيك؟ فنهى عمر عن القراءة، لكنه في مواقع أخرى هو أمر الصحابة بالتعلم
وقراءة ما عند الآخرين. فأمر مثلا زيد بن ثابت قال اذهب وتعلم لغة اليهود. فترى كيف هذا يعني؟ كيف هنا يقول لا تقرأ؟ لأن هناك في مرحلية عندما يكون إنسانك غير مؤهل لتلقي معرفة معينة لا تلقي هذه المعرفة. لماذا؟ لأنها قد تضره. هيئه أولا لهذه المعرفة، يعني قبل أن تقدم له المعرفة هيئه لاستقبال هذه المعرفة. أعطيكم مثلا مثال، هنا في ماليزيا حدث شيء، أنه الدولة قفزت أو نمت كدولة كنظام أكثر من الإنسان بسرعة، يعني الدولة كدولة نمت مؤسسات الدولة بشكل كبير أكبر من الإنسان. فتجد يعني أنا جيت إلى هنا في بداية التسعينات، كل مؤسسات أينما تذهب إلى أي موظف تجد أمامه حاسوب. هذا الكلام 91-92، عندما تأتي إلى هنا تجد أنه كل موظفين أنه أي موظف تذهب تجد أمامه حاسوب. تصور في هذا الكلام 91 عندما كان لازلنا على هذا يعني الحواسيب القديمة اللي كانت تشتغل على يعني قبل الويندوز هذا. طيب كان عندنا الدوس وما دوس هذا يسمى إذا من يذكره يعني. طيب وكان كل واحد أمامه، لكن المشكلة فين كانت؟ إنه أغلب هؤلاء الناس جاءوا يشتغلون في مؤسسات الدولة وهو جاي من القرية، فما يعرف شنو حاسوب إيش حاسوب. فالحواسيب كانت موجودة لكنها غير مستخدمة، فكان هناك إنفاق على الحواسيب على هذه الأجهزة، وهو إنفاق غير رشيد. لماذا غير رشيد؟ لأنه ما مستفادين من عنده. أنت تأتي بحاسوب لشخص ما يعرف يتعامل مع الحاسوب، ما يعرف كيف يشغل الحاسوب. طيب بعد سنتين أو ثلاثة هو تعلم، هذا الحاسوب صار قديم وهو لم يستخدمه، فستشتري حاسوب جديد. ضيعت المال ضاع. من أجل ماذا؟ من أجل أنه أنت ما كان عندك تهيئة. هذا الذي نراه من المبادئ العامة يسمى التهيئة أو الإعداد. فيجب أن تهيئ الناس لقبول أو للتعامل مع المعرفة الجديدة قبل أن تعطيه المعرفة. اجعله مهيئا. لماذا؟ إذا لم تجعله مهيئا ستفقد التوازن، سيكون عندك مشكلة في التوازن. كذلك النمو الجسمي، يعني لا تعلم الطفل شيء أكبر من عمره، لا لا لا، هو الآن في عمر معين أعطيه المعلومة المناسبة لعمره. لذلك حتى تجدون في التلفزيون كذا يقول لك هذا لعمر 13 سنة، هذا لعمر 18 سنة. لماذا؟ لماذا هذا الفيلم؟ لأنه الذين مثلا في عمر 10 سنوات غير مهيئين الآن لقبول هذه المعلومة، هي معلومة لكن هو غير مهيئ لقبولها. فإذا أعطيته معلومة هو غير مهيئ لقبولها سيفقد التوازن. لذلك يجب أن ننتبه، نحن عندما نتكلم عن الماء المعرفي نتكلم عن التوازن، يجب أن يكون هناك توازن. طيب الآن السؤال، نحن عندما نتكلم عن الناس الذين قبلنا ما كان عندهم هذه القضية، يعني رأينا في الدولة العباسية مثلا ما نظروا إلى مسألة التوازن، ما نظروا إلى مسألة قبول المجتمع للفلسفات الجديدة. اذهب ترجم، ترجمت كل، ترجموا كتب اليونان، ترجموا كتب الهنود، ترجموا، ثم ماذا؟ هل مجتمعك مهيئ؟ لا ما مهيئ. طيب كيف أنت تقوم بهذا ومجتمع غير مهيئ؟ هذه يعني القضايا. توازن أنك كيف تجمع هذه المؤثرات، يعني الإنسان يكون عنده قدرة على العمر، ماذا، المجتمع، البيئة، الإمكانيات وقدرات، كلها مع بعض يجب أن تكون مهيئة، وإلا الإنسان يفقد التوازن. مثاله البيئة الحقيقية والبيئة الافتراضية. أنا أعطيكم الآن، يعني عندنا كثير كثير، أغلب شبابنا وحتى ليس الشباب، حتى الذين بعمره صار عندهم، عندنا مشكلة بين البيئة الحقيقية والبيئة الافتراضية. لماذا؟ البيئة الافتراضية أنت ترى، تدخل على الإنترنت، تدخل على اليوتيوب، تدخل على السوشيال ميديا، ترى العالم يعيش، ترى هناك إمكانيات، وأنت عندك بيئة تختلف عنهم. فصار عندنا في داخلنا رغبة جامحة أن نعيش في تلك البيئة، ولكن نحن ما موجودة عندنا. فصار عندنا تشوه في التصرفات. تجد شبابنا يتصرف كأنه عايش في بريطانيا، أو كأنه عايش في مثل أمريكا، أو كأنه عايش في ألمانيا، وهو بيئته والمكان الذي فيه قرية لا فيها إمكانيات ولا، ولكن تجده مثلا ماسك حاسوب بآخر موديل، ولابس قميص، ولابس مثلا تيشيرت، ولابس بطريقة معينة كأنه مايكل جاكسون.
لماذا؟ لأنه عندنا هذه المشكلة، مشكلة بين ما هو يعيشه وبين البيئة الافتراضية، فاقد التوازن. كل يعني أغلب شبابنا الآن هو يريد أن يعيش هذا، أن يكون بطل خارق، أن يعيش قصة حب خيالية يعني تتكلم عنها السوشيال ميديا، قضايا يعني كلها تدل على أنه المواطن العربي غير متوازن. ليه غير متوازن؟ لوجود هذا الخلل، لأنه هذه معلومات، أتكلم عن معرفة صحيح، هذه كلها معرفة. المعرفة التي تدخل إلى مجتمعاتنا نحن غير مهيئين لها. طبعاً واحد يقول أنت تريد أن تعيدنا إلى القرون العصرة، لا، أنا أقول نحن كمجتمع يجب أن نجلس، نحن الآن كمجتمع يجب أن نجلس، يعني أنا هذه محاضرتي اتفقت مع الأخوة أن تكون دعوة إلى كل الباحثين أن نجلس حتى نقوم بإنشاء مؤسسات، تيار اجتماعي، تيار فكري يستطيع أن يتعامل مع هذه الأمور التي ذكرناها، حتى نستطيع أن نستفيد من المعرفة، حتى تكون المعرفة خير لنا وليست شر. هذه الدعوة التي أنا أدعو لها، هذه الدعوة التي أنا أريد أن أبثها إلى الإخوة الحاضرين معنا في هذه المحاضرة. نحن نحتاج هذا، نحتاج إلى أن نقوم بكل العقول القادرة على البحث العلمي، قادرة على التأثير الاجتماعي، أن تجتمع وتبدأ بتهيئة المجتمعات لأن تقبل المعرفة بالشكل الصحيح وتعامل مع المعرفة بالشكل الصحيح، وإلا سنفقد التوازن، ستكون عندنا مشكلة. لا نرفض المعلومة أو المعارف الجديدة، لكن يجب أن نتعلم أولاً كيف نتعامل معها. لا نفتح الباب هكذا وتأتينا كل شيء ونحن غير مهيئين، ومجتمعاتنا تدمر ونحن عاجزين عن أن نفعل أي شيء. طيب، الدمج، ماذا الدمج؟ يعني أنت عندك كم من المعلومات يجب أن تدخله في العملية الحياتية. أنت تحتاج أنه تكون عندك قدرة على الدمج. طيب، أنت كيف تستطيع أستاذ جامعي أو معلم في المدرسة يستطيع أن يقوم بتطبيق فلسفات التربية الحديثة ويدخلها في النظام التعليمي؟ نتكلم عن نمو معرفي عند الأستاذ، صح؟ أستاذ نريد أن نقوم أو معلم نقوم بتنمية المعارف عنده، فنتعلم الفلسفات الجديدة ويريد أن ندخلها في النظام التعليمي، وهذا ما يحدث عندنا الآن في كثير من الدول العربية. وهذا الأستاذ ما عنده خلفية أصلاً، ما عنده خلفية، لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون ما عنده خلفية ثم تطلب منه أن تقول هذه الفلسفات طبقها. هذا كيف أطبق هذه الفلسفات وأنا ما عندي خلفية عنها، ما عندي خلفية عن هذه الفلسفات، ما عندي أمثلة، ما عندي نمذجة، ما عندي هذه القضايا في علم النفس التربوي، كيف على ذلك استطيع ان ادمجها في ادخلها في حياتي، ادخلها في احولها الى مشاريع، احولها الى 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 اليات، كيف افعل هذا؟ طيب، فكميه المعلومات التي صرنا نحتاج اليها مهوله كبيره جدا، ولا بد من وجودها حتى نستطيع ان نواكب الاخرين. لذلك الان مناهج في كل العالم تصمم على أنه تكون مناهج شاملة، نعطيك التخصص لكن أنت مثلاً، يعني مثلاً على سبيل المثال نحن عندنا في جامعتنا التخصص أقل شيء 90 ساعة، 90 ساعة يعني ماذا يسمونها كريدت أور أو هذه الساعة أو الساعة الوزنية ماذا نسميها. طيب، 90 ساعة أقل شيء نعطيه منها، أو عندنا طبعاً 110 مثل البرنامج اللي لدينا فيه 110، 60% هي تخصصية، 50% معارف داعمة، فنعلمه مدخل إلى العلوم الإنسانية، نعطيه مدخل إلى العلوم السياسية، نعطيه مدخل إلى علم النفس. هذه كلها دروس إجبارية يأخذها الطالب عندنا، هي ليس فقط تعلم لغة عربية، هذه لا بد منها علوم أخرى وهكذا. طبعا فكميه المعارف، وطبعا الحاسوب وما غيرها والتواصل والفرق العمل والتعامل، يعني مجموعه هائله من المعلومات. طيب، هذه ايضا يجب ان نكون يعني الان نحن قادرين على تهيئه هذه المعلومات في مناهجنا، ليس لطلاب المدارس فقط، لا،
لصاحب التاكسي، للفلاح في الفيلا، كما قلنا يعني. طبعا اريد ان التهيئة طبعا تكلمنا عنها كثير، نحن عندنا قيم موروثة، قيم مكتسبة، تواصل مع الثقافات الأخرى، ما حدث في أيام الدولة العباسية يحدث عندنا الآن، صراع عندنا بين القيم الموروثة والقيم التي تأتي من الآخرين. هل أنا أسمح لبنتي تلبس مثلا هذا المايو وتنزل في المسبح تسبح أو لا أسمح؟ عندنا صراع، صراع كبير جدا. أنا لا أريد أن أقول أنا لست معها، لا لست مع، أنا نحتاج أن نجلس ونحل هذه المشاكل. يجب أن نضع قيم مشتركة، وإلا ما يمكن، سيبقى هذا الصراع المدمر الذي يمنعنا من التطور. نحن لا نستطيع أن نتطور، ليس لقلة ذكائنا، ليس لقلة إمكانياتنا، نحن شعب ذكي جدا، نحن شعوب ذكية جدا، فمشكلتنا ليست في الذكاء. إمكانيات، في إمكانيات كثيرة، لكنه مشكلتنا كيف نتعامل مع هذه الأمور مع بعض للوصول. ما عندنا القدرة على التواصل بيننا، نجلس نتواصل، نحاول أن نجد حل للخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه. طبعا هذه يعني لا أريد أن الوقت حتى سنعطي مثال سريعا، سأخذ 10 دقائق لو سمحوا الإخوة، سأخذ 10 دقائق أخرى أعطي بعض الأمثلة. العملية التربوية، لو رأينا ما هي عملية تربوية، هي عملية إنماء معرفي. يعني عملية تربوية كلها هي عملية إنماء معرفي، نحن نقوم بتنمية المعارف في المجتمع. وكما قلنا أن المعرفة هي ليست معلومات، المعرفة هي مجموعة من الأشياء مع بعض، هي معلومات، مهارات، مهارات عضوية، مهارات نفسية، مهارات تغيير سلوك، تغيير قيم، كل هذه هي تدخل ضمن عملية المعرفة. أنا لا أدخل في هذا كثير، لكن انظروا السابق، انظروا العملية التعليمية قديمة. يعني الآن لو ذهبتم إلى الكتب يقول لك ما أركان العملية التعليمية، يقول لك هذا السابق القديم الماضي، يعني في الماضي هذا أيام الحرب العالمية الأولى والثانية. ما هي العملية التعليمية؟ يقول لك هي تعتمد على المنهج والمعلم والطالب. لكن الآن الحديث، الآن التربية الحديثة، يعني ما معنى العملية التعليمية؟ هذه الأمور، انظر الآن التي باللون الأحمر التي ترونها بالأحمر هي فقط التي بقيت من الماضي. عندما تكلم عن الماضي، هذا هو الماضي، المنهج، المعلم، الطالب، هذه الثلاثة الحمراء. لكن انظر البقية التي معها التي بلون مشتبه مثل هذه الأخضر، البيئة التعليمية، الوسائل، ممكن دمجها مع بعض، مثل السياسة التعليمية والأهداف التربية، ممكن جمعها مع بعض. هذه الآن كلها أركان عملية تعليمية. لا يمكن أن تقول لي أنا عندي عملية تعليمية ناجحة بدون إدارة مدرسية. لا تقول لي منهج، الإدارة المدرسية ما لها علاقة بالمنهج، ما لها علاقة بالمعلم، ما لها علاقة بالطالب. هذه قضايا إدارية، المعلم قضيته تربوية، الإدارة المدرسية ما لها علاقة بالمعلم، ما لها علاقة بالمنهج، ما لها علاقة بالطالب. الإدارة المدرسية هي قضية إدارية، كيف تدير العملية التعليمية. إحنا الآن عندنا مشكلة، نصف مديري المدارس عندنا أو معاوني المدير ما داخلين دورات في الإدارة المدرسية، لأنه معلم قديم صار مدير مدرسة. يا أخي إيش هذا العبط؟ هذا يسمونه عبط. أنت تأتي بواحد لأنه صار له 20 سنة مدرس، تعمله مدير مدرسة، دخلت دورة إدارة مدرسية، علمت كيف يقوم بالإدارة. هذه ما علاقة، هذه ليست معلومات أنه هو بارع في اللغة العربية يدير مدرسة، لا، هو بارع في الرياضيات يدير مدرسة، لا، هذا الكلام ما له علاقة. في شيء عندنا لا، اسمه علم الإدارة، إدارة المدرسة، إدارة الجودة. الآن تصنيف الجامعات عندنا، الجامعات العربية، شيء مخزي جداً. يعني تصنيف الجامعات العربية قياساً بالجامعات العالمية شيء مخزي، شيء حقيقة يعني ماذا أقول عنه، لا أعرف ماذا أقول عنه. لماذا إدارة الجودة عندنا فاشلة؟ نحتاج شيء اسمه إدارة الجودة. الجودة هذه الآن لا يمكن أن تكون هناك مؤسسة تعليمية وغير تعليمية ما عندها إدارة جودة. تقويم القياس، وسائل تعليمية، شوف التربية، يعني أمور، ميزانيات. لا تقول لي تعليم غير ميزانية، انسى تعليم غير ميزانية. لا يمكن أن يكون عندك تعليم جيد من غير ميزانية جيدة. هذا مثال. أنا يعني لماذا أخذ العملية التعليمية باعتبارها تخصصي، وباعتبار أن العملية التعليمية جزء مهم في الإنماء المعرفي. عندما أتكلم عن الإنماء المعرفي، المدارس والجامعات جزء مهم ورئيس في هذه القضية. طيب، هذه انظر الآن كم نحن من الأركان عندنا مشاكل فيها. تقويم القياس، حقيقة نحن يعني عندنا في نظام تعليم بعض الناس جاءوا وقدموا دورات، هو دكتور في الجامعة وقدم عندنا دورات في نظام عليم على التقويم والقياس،
حقيقة بعد ذلك كنا يعني مستوى، هل معقول هذا أستاذ متخصص تقويم القياس؟ عندنا طبعا ما شاء الله يعني حقيقة يعني عندنا بعض الأساتذة جاؤونا في تقديم القياس كانوا رائعة، كانوا قمة روعة، كانوا روعة في قضية القيم والمستوى. لكن عندنا آخرين جاءوا ما كانوا على المستوى المطلوب، لكن هذا هو متخصص في جامعته، هو متخصص في جامعته في قضية القيم والقياس والتقويم، وهو ليس على المستوى المطلوب. طيب هذا كيف سيقوم بتطوير القياس والتقويم؟ هذه قضية مهمة. لذلك ما يمكن يعني ما يمكن الآن جامعة من الجامعات تقول لي أنا ما عندي قسم اسمه قسم القياس والتقويم. ما يمكن، ما يمكن أن تكون هناك جامعة وما عندك قسم متخصص اسمه قسم القياس والتقويم يشرف على عملية القياس والتقويم في الجامعة. لا يمكن، انسى هذا الكلام. يعني في العصر الحديث هذا كان ممكن يكون قبل 30 سنة، ممكن كان يكون أيام الحرب العالمية الأولى والثانية، لكن لا يمكن أن يقوم الآن. طيب هذه طبعا لا أريد تكلمنا عن يعني حتى للوقت، لكن خذ هذا ميزانيات الجامعات. هذه الآن في سمو البنك الدولي للمعلومات في عام 2021 الإنفاق على التعليم في العالم العربي 2.5% من الإنتاج الإجمالي، وهي أقل نسبة إنفاق تعليم في العالم. نحن الدول العربية أقل الشعوب على الأرض ننفق على التعليم. ثم تقول لي إنماء معرفي، أي إنماء معرفي؟ أي إنماء معرفي تتكلم عنه؟ انظر انظر الجامعات، انظر الجامعات. هارفارد ميزانيتها 50 مليار دولار ميزانية الدولة، ميزانية الدولة. السودان في العام الماضي ميزانيتهم 35 مليار. السودان كدولة، السودان كدولة بكاملها ميزانيتهم العام الماضي 35 مليار. جامعة هارفارد لوحدها ميزانيتها 50 مليار. هذا الذي يتكلم يقول أنا عندي، أنا أنمي المعرفة، أنا أنمي المعارف والعلوم، أنا أنتج علوم جديدة. هذا الذي يتكلم عن المال المعرفي. جامعة لاتفيا 38 مليار دولار. معهد للتكنولوجيا ميزانيته 27 مليار. ميزانية دول، جامعات ومعاهد ميزانيتها ميزانية دول. هذا الذي يتكلم عن التنمية المعارف، على إنتاج العلوم. تريد أن تنتج علوم، تريد أن تطور العلوم، تريد أن تدمج العلوم وتنتج علوم جديدة. هذا الذي يتكلم عن إنتاج العلوم، ليس الذي ينفق 2.5 مليون. ميزانية ماليزيا العام الماضي يعني لا نتكلم عن 21 لأنها تعرف 21 الميزانية كلها تحولت لكوفيد. 2019 وما قبلها ميزانية التعليم في ماليزيا لا تقل عن 19% من الميزانية العامة للدولة. أنا عندي بحث فيها وألقيته على منصة تعليم أكثر من مرة. ميزانية ماليزيا للتعليم تساوي على الأقل 19% من الميزانية العامة، ونحن في ديوننا 2.5%. ترى الفرق بين واحد ينفق 19% وواحد ينفق 2.5%. لذلك ماليزيا عندها الآن لو تدخل في التصنيف العالمي، الآن جامعة الملاهي تصنيفها رقم 50 بالعالم، على مستوى العالم رقمها 50 في العالم. وجامعات ماليزيا الآن يعني في آسيا صاعدة إلى القمة على مستوى العالم. جامعات لماذا؟ لأنه في إنفاق، في إنفاق، في أموال تنفق. طيب مركزية الطالب، تعليم في فنلندا، طالب ما يتخرج من الإعدادية إذا ما يقوم بابتكار شيء جديد. طالب ما يمكن أن يدخل إلى الجامعة إذا ما يكون عنده عقل ابتكاري، عقل إبداعي. فعندهم بحث اللي هو بحث التخرج من الإعدادية. نحن الآن سؤالي، هل عندنا دولة من الدول عندنا اسمه بحث التخرج من الإعدادية؟ طالب يتخرج من الإعدادية ما يتخرج من الإعدادية اللي يقوم ببحث وينتج شيء جديد. أتكلم عن مركزية الطالب. لازلنا إلى الآن والله لا زال عندنا أكثر طلاب، أكثر أساتذتنا يقول لك الطالب يجب أن يجلس عندي في الفصل ويستمع. يا أخي دعك من هذه الفكرة العقيمة، انتهت. لماذا يستمع إليك الطالب؟ الطالب يستطيع أن يحصل المعلومات من مصادر كثيرة هي أفضل منك. أنت الآن في العملية التعليمية، أنت كأستاذ في العملية التعليمية ليس دورك التعليم، أنت دورك توجيه وقيادة التعليم. هذا هو التعليم الحديث. عندما نتكلم التعليم الحديث مبني على مركزية الطالب. ما معنى مركزية الطالب؟ الطالب هو يحصل العلم. ما دوري أنا كأستاذ؟ أنا دوري توجيه وقيادة العلم، هذا دوري.
لازلنا إلى الآن. لا لا لا، كيف لازم يجلسون ويستمعون إلى شرحي؟ من أنت حتى يستمعوا إلى شرحي؟ أنا أدخل على اليوتيوب أجد عباقرة في العالم شرحوا هذا الموضوع، لماذا أستمع لك؟ يعني يجب أن تنتهي هذه القضية. هذا من يريد أن ينمي المعرفة في عصرنا الحديث يجب أن يترك الأساليب القديمة، انتهت، ليس لها وجود الآن، انسى الماضي. طيب للوقت سينتهي أو عن دقيقة واحدة. أهداف التربوية، هذا يعني بلوم، تصنيف بلوم. استوفينا الدكتور عزيز. دقيقة واحدة، نعم إن شاء الله. إدارة الجودة، تصنيف الجامعات عالميا، نتكلمنا عنه. حسنا أتوقف هنا، جزاكم الله خير. نفتح الباب إلى ملاحظاتكم ومناقشاتكم التي إن شاء الله تثرينا أكثر وأكثر، جزاكم الله خير. أريد ننهض بعلمائنا.